تتواصل فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. يأتي ذلك تحت شعار هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل. يستمر المعرض حتى 7 من فبراير المقبل، يشهد عشرات الفعاليات الفنية والثقافية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر المعرض الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية، أبرز ما رصدته من فعاليات في هذه النسخة من معرض الكتاب الدولي. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل هي نسخة ربما ليست فقط استثنائية، ولكنها هناك بها الجديد والجديد في أسلوب وطرق العرض المختلفة للجماهير وللحضور. ربما اليوم هو اليوم الثالث، وإذا تحدثنا عن الإقبال بشكل عام فالإقبال كبير جدا بالفعل، مع مراعاة على قدر الإمكان التوجيهات من إدارة المعرض بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، سواء بارتداء الكمامات أو أيضا التعقيمات الخاصة بالأيادي. أيضا إذا تحدثنا عن الإقبال الخاص باليوم الثاني فقد ازداد حتى وصل إلى أكثر من 120، ما يقرب من 130 ألف زائر لمعرض الكتاب في يومه الثاني، حتى أن اليوم الأول كان ما يقرب من 90 ألف من الزائرين، ذلك زيادة ما يقرب من 40% فقط في يومين. نتحدث أيضا عن فعاليات عديدة كما ذكرتم، ولكن المميز هنا هو استخدام الأساليب المتطورة والحديثة مثل أسلوب الهولوجرام، وأيضا عرض شخصيات المعرض عن طريق الهولوجرام، وأيضا استخدام بعض الأجنحة الرسمية مثل الرقابة الإدارية لتقنية الهولوجرام في عرض آليات مكافحة الفساد. هناك أيضا جزء خاص بالطفل، وربما هذا ما أشاد به الجميع خلال اليومين السابقين واليوم، وهو جزء خاص وجناح كبير جدا للطفل وكتب الأطفال ومهارات الأطفال المختلفة، حيث يستطيع الأطفال أن يأتوا إلى هذا الجناح ويمارسوا يعني هواياتهم المختلفة من قراءة ورسم وتلوين. هذا بالإضافة أيضا إلى المبادرات بين الأجنحة العربية والأجنبية مع الجهات الرسمية المصرية، عدة مبادرات مثل المشروع الوطني للقراءة، أيضا هذه فعاليات أخرى للأطفال للمشاركة بالقراءة، وهناك أيضا جوائز بالفعل للفائزين في هذه المبادرات. هناك أيضا أجنحة خاصة ربما بالعاصمة الإدارية لعرض مدينة الفنون والثقافة، وعرض ما الذي سيتم إنجازه في مدينة الفنون والثقافة، مع التركيز على الأوبرا التي سيتم افتتاحها هناك، وهي الأوبرا الخاصة بكفاح طيبة نقلا عن الأديب الراحل الكبير نجيب محفوظ. لذلك هي بالطبع نقاط هامة جدا جاء من أجلها ربما زوار هذا المعرض. هذا المعرض نتحدث أيضا عن الحضور، استطاعت الحضور لتوفير وسائل المواصلات المختلفة من أجل حضور المعرض في جميع الطرق والاتجاهات لمن يسأل عن الحضور لهذا المعرض. هناك أيضا الزيارات خصوصا في ظل التطور التكنولوجي والرقمي كما تحدثنا، لا تقتصر فقط على الحضور الفعلي لأرض المعرض، ولكن هناك أيضا الحضور الرقمي، استطاعت الجمهور أن يحضر هناك الجولات الافتراضية على المنصة الرقمية الخاصة بمعرض الكتاب، ووصلت بالفعل في ثاني أيام المعرض إلى أكثر من 40 مليون زائر على هذا المعرض، وخصوصا أيضا بالإضافة إلى حجز التذاكر عن طريق المنصة الإلكترونية، وأيضا حجز التذاكر عن طريق البوابات الخاصة بالدخول للمعرض. ربما هذه نظرة عامة عن المعرض في يومه الثالث. نعم، من مقر معرض الكتاب الدولي كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري منضمن إلي ومتحدثا عن أبرز ما يميز النسخة 53 من معرض الكتاب الدولي. أشكرك شكرا جزيلا.